عندي مشروعين فعلا في مرحلة التطوير. يعني عندي السيناريو بتاعي اللي أنا بخلصه من فترة، فيلم دم بارد، ده تأليفي حاليا في مرحلة البحث عن الشكل الإنتاجي بتاعه، لأنه فيلم شوية مختلف شوية مكلف كميزانية، فحاليا في مرحلة اللي هو انهي؟ دم بارد. المشروع التاني اللي عندي هو فيلم اسمه كوربي، أو ما يسمى به صالة مداولات البورصة. هو فيلم بيدور في عالم المال زي ما بنقول. هو من تأليف السيناريست أيمن سلامة، واحنا حاليا في انتظار نهاية انتهاء أيمن من السيناريو عشان نبتدي نشتغل على الترشيحات مع الجهة المنتجة. اتكلمت مع حد لسه، لأن أنا عادة بفضل إن العمل يبقى جاهز للدخول قبل ما أكلم ممثلين. بالنسبة لدم بارد عندي طموح كبير إن الشخصية الرئيسية تبقى الفنان، يعملها الفنان محمود عبد العزيز أو كاتب السيناريو، وعيني عليه جدا في الشخصية الأساسية في الفيلم. لسه ما عرضتش عليه الفيلم، بس يعني يمكن وانس ان احنا نبقى عندنا تفاصيل واضحة هعمل ده. كوربي لسه يعني في انتظار نهاية السيناريو عشان نبتدي نكلم ممثلين. يعني